أهلا بكم في رحلة استكشافية تحت سطح الماء، حيث العجائب لا تنتهي والأسرار تحيط بك من كل جانب. مع كل موجة وكل نسمة سنغوص معا لاكتشاف ألغاز كائنات لطالما أثارت الدهشة في قلوبنا. إنها رحلة ليست فقط لمشاهدة الحياة تحت المحيطات، بل لفهمها وربما حتى حمايتها. افتحوا أعينكم جيدا واستعدوا للغوص في عالم لا مثيل له، عالم الحيوانات المائية. هيا بنا لنبدأ هذه المغامرة المذهلة. في أعماق المحيط، حيث الضوء يختفي والسكون يخيم، يعيش مخلوق لغزه كبير كجماله. إنه الأخطبوط، كائن ليس ككل الكائنات، بثلاثة قلوب تنبض بحياة تعج بالأسرار، ودم أزرق اللون يجري في عروقه، مما يشير إلى وجود عنصر النحاس بدل الحديد، الأمر الذي يعزز قدرته على العيش في أعمق وأبرد البيئات تحت الماء. والأكثر إثارة للدهشة هو موهبته الفريدة في فن التخفي. الأخطبوط قادر على تغيير لونه ونسيج جلده بطريقة تمكنه من الاندماج تماماً مع محيطه، سواء كان ذلك لصيد فريسته أو للهروب من الأعداء. فهو لا يستخدم هذه القدرات للحماية فقط، بل وكذلك للتواصل مع أقرانه. فكل لون وكل نمط يحمل رسالة محددة في عالم الأخطبوط. كما أن للأخطبوط ذكاء يدهش العلماء، حيث يمكنه حل الألغاز والتعرف على أنماط معقدة، مما يجعله مثيراً للإعجاب ليس فقط كحيوان بحري، بل كمعجزة بيولوجية تستحق الدراسة والتقدير. فكل حركة وكل قرار يتخذه يكشف عن عمق ذكائه وتكيفه مع بيئته الفريدة. هيا بنا نستمر في استكشاف هذه الكائنات المدهشة ونكتشف المزيد عن الأسرار التي تخبئها أعماق المحيط. ننتقل الآن إلى أحد أذكى السكان في عالمنا المائي، الدولفين، الذي يبهرنا دائماً بذكائه ولطفه. ففي محيطاتنا المترامية الأطراف يعيش هذا المخلوق الرائع، مستخدماً أدوات التواصل التي تعد من أكثر الأنظمة تعقيداً في الطبيعة. الدلافين ليست فقط مهرة في القفز واللعب، بل في استخدام الصوت للتواصل والبقاء على قيد الحياة. الصدى، ذلك الصوت الذي يرتد عن الأشياء في البحر، هو الوسيلة التي يستخدمها الدولفين ليس فقط لتحديد موقع الفريسة، بل ولفهم شكل البيئة المحيطة به. هذه التقنية تمكنهم من رؤية العالم بطريقة لا يمكننا نحن البشر الإحساس بها، وهي مهارة حيوية في مياه الأعماق حيث يصعب على الضوء الوصول. ومن الأسرار الأكثر إثارة عن الدلافين هو نومهم بنصف دماغ فقط. نعم، يستطيع الدولفين أن يغلق نصف دماغه للراحة، بينما يبقى النصف الآخر نشطاً للتنفس واليقظة ضد الأخطار المحتملة، مما يعكس مستوىً عالياً من التطور العصبي. دعونا نتابع رحلتنا مع هذه الكائنات الرائعة ونغوص أعمق في فهم سلوكياتها وتفاعلاتها داخل مجموعاتها المعقدة، حيث الحياة ليست مجرد بقاء بل فن وتواصل. والآن نغوص إلى عمق أكبر، حيث تسبح المخلوقات التي ألهمت الخوف والإعجاب على حد سواء. نعم، إنها أسماك القرش، هذه الكائنات الرائعة التي غالباً ما تسيء فهمها الأفلام والقصص. أسماك القرش تتمتع بتاريخ يعود إلى ملايين السنين قبل الديناصورات حتى، وهي تواصل السباحة في البحار وتقوم بدور حيوي في الحفاظ على التوازن البيئي للمحيطات. تشتهر أسماك القرش بحواسها الفائقة، حيث تمتلك حاسة شم استثنائية، مما يعزز قدرتها على الصيد بفعالية. لكن ما يثير الدهشة أكثر هو قدرتها على الإحساس بالمجالات الكهربائية التي تحيط بها، وهي قدرة تستخدمها لالتقاط إشارات حياة الفرائس المختبئة تحت الرمال. رغم هيبتها، فإنها هجمات أسماك القرش على البشر نادرة، وغالباً ما تكون حوادث وليست هجمات متعمدة. القرش بطبيعته ليس مفترساً للإنسان، وأغلب الهجمات تحدث بسبب الفضول أو الخطأ في التعرف. في هذا الجزء من رحلتنا نكسر الصورة النمطية ونكشف عن جمال هذه المخلوقات وأهميتها البيئية، ونعيد النظر في الأساطير التي شوهت صورتها على مر العصور. ونصل الآن إلى فصل حيوي في قصتنا تحت الماء، فصل يكشف عن دورنا نحن البشر في
في هذا العالم الغامض والمعقد. الحقيقة المؤلمة هي أن تأثيرنا على البيئات المائية غالباً ما يكون سلبياً، ويتجلى ذلك من خلال التلوث والصيد الجائر وتدمير المواطن الطبيعية. النفايات البلاستيكية مثلاً تشكل تهديداً خطيراً للحياة المائية. الحيوانات تعلق في هذه النفايات أو تبتلعها بالخطأ، مما يؤدي إلى نتائج مأساوية. وليس ذلك فحسب، بل إن المواد الكيميائية التي تتسرب إلى المحيطات تغير التوازن البيئي، مما يؤثر على النظم الغذائية والتكاثرية لهذه الكائنات. ولكن ليس كل شيء ضياعاً، فهناك خطوات يمكننا اتخاذها لتقليل هذه الأضرار. الحفاظ على الشواطئ نظيفة، دعم القوانين التي تحمي المحيطات، والمشاركة في أو بدعم مشروعات تنظيف المحيطات، كلها أفعال يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً. فلنتذكر دائماً أن كل خطوة صغيرة في الحفاظ على بيئتنا تعود بالنفع على كل كائنات كوكبنا، وهي خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وأماناً للأجيال القادمة. وهكذا نصل إلى نهاية رحلتنا المذهلة في عالم الأعماق، عالم يحمل بين طياته كنوزاً من الحقائق والأسرار. لقد سافرنا معاً عبر المحيطات واكتشفنا العجائب التي تخبئها، وتعرفنا على المخلوقات التي تسكنها، من الأخطبوط الماهر في التمويه إلى الدولفين الذكي، ومن أسماك القرش التي تحمل سمعة مغلوطة إلى تأثيرنا نحن البشر على هذه البيئة الفريدة. كل خطوة في هذه الرحلة كانت دعوة للتأمل والإعجاب، ولكن أيضاً دعوة للمسؤولية. دعونا نتذكر دائماً أن عالم المحيطات هو جزء لا يتجزأ من حياتنا، يستحق منا كل الرعاية والحماية. شكراً لكم على مرافقتكم لنا في هذه الرحلة الممتعة والمعرفية. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من المغامرات والاكتشافات، وشاركونا آراءكم وأفكاركم في التعليقات.